ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد سنتكلم في هذه الحلقات عن الفتن والملاحم بطريقه مختلفه ليست كخطب منمقة ولا غيرها إنما هنتكلم في الفتن والملاحم بطريقة عملية جدا كمثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا حطينا الحديث في الواقع وبدأنا نبحث عنه لنحز الثواب العظيم ونسأل الله الإخلاص والقبول في كيفية عودة ارض العرب مروجا وانهارا وبدأنا البحث سنوات لأن الفرضية الذي تحدث عنها عن كثير من العلماء في الداخل والخارج فرضية ان يعود العصر الجليدي الى هذه الصحراء ارض العرب فرضية خاطئة وأن فرضية أن تعود أرض العرج العرب مروجا وأنهارا فرضية تحلية مياه البحر لاشتراك كل هذه الصحراء في أنها تطل على البحار فلا بد من وجود تقنية حديثة تكلفتها أقل بكثير من تكلفة تحلية مياه البحر الموجودة الآن في جميع الدول العربية وفي الخليج يصل سعر لتر البنزين اقل تكلفه من لتر الماء في الخليج وفي السعوديه. ووصلنا لنتيجه هائله وتكلمنا في الحلقه السابقه في برنامج ساخن جدا عن هذه الاشياء. انما سوف نتحدث الان عن خطر من الفتن والملاحم نضعه في الواقع بطريقه مختلفه، بطريقه مختلفه ربط الأحاديث النبوية الصحيحة بعضها بالبعض وعدم الكلام والتحدث من عند أنفسنا الأحاديث تشرح نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فأكثر في ذكرها من حديث أبو الدرداء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الإحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الإحلاس قال هي هرب وحرب ثم ذكر فتنه السراء دخنها من تحت قدم رجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني انما اولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنه الدهيماء لا تدع احدا من هذه الامه الا لطمته فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ثم يصير الناس الى فسطاتان فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه، فاذا جاء ذلكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده. عندما يسمع كثير من الناس الدجال يحدث لهم حاله من الذعر. الدجال ونهايات الزمان وكذا وكذا، عندما نتحدث في حديث انما الزمن هنا نسبي لتعاقب الاحداث وتعاقب الفتن كمثل على فترات طويله كمثل اقتربت بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر في سوره القمر اقتران الساعه بانشقاق القمر وقد حدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا الامر ايام النبي صلى الله عليه وسلم فتقول الايات باقتران الساعه بانشقاق القمر اه هذا اه نسبي عندما نتحدث عن احداث اه ليست بالتوالي ما اريد ان اقوله ان تكون الحقبه التي تتحدث فيها الفتن مئات السنين عشرات السنين فترات متباعده ليست بالتوالي القران ذكر انشقاق القمر باقتراب الساعه ومضى 1400 عام ومضى 1400 عام من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مضى 1400 عام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم القيامة فعندما نتحدث موضوعنا الآن أن نتحدث في الفتن فتنة الأحلاس وفتنة الصراء وما هي فتنة الدهيماء نشرحها بطريقة مختلفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بعضها البعض لتنبيه الأمة لخطر داهم في الوقت الحاضر في الوقت الحاضر عملية استشراف للمستقبل الفتن والملاحم التي تخصص فيها حذيفة بن اليمان هي عمليه استشراف للواقع الان استشراف للمستقبل ماذا سوف يحدث ما الخطر الذي يدهم الامه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان نتجه في المكان الفلاني لمفادات الشر نشرح بعض المقاطع المبهمه في هذا الحديث الصحيح فتنه فتنه الاحلاس هي حرب وهرب ما معنى كلمه هرب وحرب هروب جماعات كثيرة من جماعات وحرب أي قتل في الإسقاط على واقعنا يبدو والله أعلم أن هي الثورات العربية يهرب جماعات من ناس ويهرب ناس ويقتل ناس فيما يقتل لا يدرى هو هرج ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي محل النقاش الآن فتنة السراء قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم انه مني وليس مني انما اولياء المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظله نتجول في السنه للبحث عن نتجول في السنه الصحيحه للبحث عن بعض الاشارات في الاحاديث الصحيحه التي تبين ما هي فتنه السراء وجد من حديث حذيفه بن اليمان هذه الحلقات مهمه جدا لان سيدنا حذيفه بن اليمان قال ينجو من الفتن من قد كان يعلمها من قبل من حديث حذيفه بن اليمان قال ينجو من الفتن من قد كان يعلمها من قبل يهلك اكثر الناس خلا من قد كان يعلم الفتن من قبل من هذا الباب نرشد الامه وكان لزاما على الامه ان تتعلم الفتن والملاحم تتعلم اين الفتن لكي تتلاشاها وتتجه في الاتجاه الصحيح فتنه السراء في حديث ثاني وضح روى ابو الدرداء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فاكثر في ذكرها حتى ذكر فتنه الاحلاس قرأنا وشرحناه المهم فتنه السراء دلوقتي في حديث عن الطبراني عن ميمونه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كيف انتم اذا مرج الدين وظهرت الرعيه واختلف الأخوان وفي رواية أخرى واختلف الأحبار وحرق البيت العتيق يبقى احنا دلوقتي معانا معلومتين في هذا الإطار دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني كمان نص مباشرة بعد أن اختلف الأخوان أو مرجت الرعية اللي هو أشارت للحديث الأول فتنة الأحلاس إن هي حرب وهرب تمرج الرعية يكادوا يتطابقون الآن ماذا تريد أن تقول أريد أن أقول بعد اختلاف الأخوين حرق البيت العتيق كلام في غاية الرعب في غاية الصعوبة حرق البيت العتيق فتنة الصراء عايز تقول لنا أن فتنة الصراء لها علاقة بالحرق البيت العتيق طب خد معايا رواية كمان لعل الأمر يتضح عن حزيفة بن اليمان يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس من آل محمد ينصب علامات سود أولها نصرة وآخرها كفر يتبعه خشارة العرب وسفلة الموالي والعبيد الإباق مراك الآفاق دينهم علامتهم السواد ودينهم الشرك إيه الكلام ده؟ يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد وهو أبعد الناس من آل محمد زي فتنة السراء دخلنا من تحت قدم الرجل من اهل بيتي يزعم انه مني وليس مني انما اولياء المتقون لها علاقه متطابقه تماما مع حديث ستنا ميمونه مرج الدين وظهرت الرعيه واختلف الاخوان وحرك البيت وحرك البيت العتيق كان الاحاديث تشير الى حدث ما كان الاحاديث تشير الى حدث ما كمان حديث يوضح لنا الموضوع عشان نقدر نلم بالفكره اللي انا عايز أقوله عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال عمران بيت المقدس خراب يسرب وخراب يسرب خروج الملحمه وخروج الملحمه فتح القسطنطينيه وفتح القسطنطينيه خروج الدجال يسرب هنا المقصود بها المدينه المنوره يسرب في هذا الحديث المقصود بها المدينه المنوره فهناك ربط ما بين الأحاديث الأربعة رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني دينهم الشرك حرك البيت العتيق خرب يسرب إيه الموضوع بالظبط في مشكلة هتحصل في بلاد الحرمين في أرض الجزيرة العربية النصوص اللي بتقول كده والحديث الأولاني الصحيح بيقول كده بيقول فتنة السراء التي تصر العدو تفرح أعداء الأمة الإسلامية دي المعنى بتاع النص اللي موجود معنا دلوقتي تفرحهم باختلافنا وتفرحهم أن المسلمين كفونا شرهم بمشكلة سوف تحدث في بلاد الحرم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من هذه الفتنة يجب الحذر من هذه الفتنة التي يعد لها الآن كما تحدثت من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك مشكله ما سوف تحدث في مصر واستعدت لها واخذت البحث في طريقه لتحليق مياه البحر وتمت النتيجه بفاعليه والله سبحانه وتعالى سوف يقلل هذا العمل بالنجاح وينفع البلاد والعباد بهذا المشروع تحلية مياه البحر بتكلفه صفر نزرع كل الارض بتكلم الان عن خطر اخر قبل ان يحدث يهدد الامه الاسلاميه وخاصه الجزيره العربيه ليس من عندي نفسي انا ناقل للاحاديث ناقل الاحاديث فقط لا اتي بكلام من عندي الاحاديث كلها تتكلم عن ان هناك مشكله سوف تحدث في بلاد الحرمين يجب الحذر تحذير أهل الجزيرة العربية وحكام الجزيرة العربية من خطر قادم مواصفات الناس التي مواصفات الناس الذين سوف يتسببون في هذا الإشكال دينهم الشرك علامتهم السواد يدعون لآل محمد وفي بعض الإشارات في بعض أحاديث أخرى أن هناك شخص من هؤلاء الذين يتسببون في هذه المشكلة اسمه كاسم ابيه في عدد الحروف ثمانيه ما احنا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفه بن اليمان قال كان هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بدا من الفجر انتهى العشاء كان يوم مفتوح في الفتن والملاح وسيدنا حذيفه بن اليمان سال النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا حذيفه بن اليمان كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه الوقوع فيه الا اني لم اساله من يخرج اهل المدينه منه من يخرج اهل المدينه منها فسرناها الان في كثير من الاحاديث. سيدنا حذيفه بن اليمان قال: والله لن ياتي احدا الى يوم القيامه ومعه 300 رجل 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 صاحب فتنه الا حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. اسمه واسم قبيلته واهل شر او اهل خير. فهناك حديث يتحدث عن هناك شخصيه اسمها السفياني. السفياني ده امتى مع المهدي بعد المهدي سنفسر هذا الكلام لاحقا في حلقات اخرى. هل المهدي في زماننا؟ هل في زمان قادم؟ من السفياني؟ كم عدد السفيانيين؟ اشياء الملحمه الكبرى ما الملحمه الكبرى؟ هل هما ملحمتان ام ملحمه؟ بالدليل القاطع سوف نبين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك رجل اسمه كسم أبيه في عدد الحروف ثمانيه. وسيدنا أبو هريره قال يخرج أهل المدينه منها امرئ سوء. إشاره لهذا الرجل. في الواقع الآن بندور حد من الموجودين على الساحه يشكل مشكله للجزيره العربيه اسمه كسم أبيه في عدد الحروف ثمانيه. وجد عبد الملك بدر الدين. عبد الملك الحوثي اسمه أبيه بدر الدين. عبد الملك ثمان حروف بدر الدين ثمان حروف انا اتكلم في الفتن بطريقه مختلفه ليس بخطب رنانه ولا كذا ولا كذا انما باشير بطريقه ما تعلمتها من دراساتي الطويله في الفتن والملاحم للحصول على بعض المعلومات ووضع اليد على المشكله واخذ الحذر منها فهنا بنقول عبد الملك بدر الدين إشارة للسفيان الأول الذي يخرج أهل المدينة منها. هو أهل المدينة ذكر في الفتن والملاحم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل المدينة يخرجوا منها ليست مرة واحدة مرتان، عندك دليل؟ اه. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج اهل المدينه منها ثم يعودون اليها فيعمرونها وتملأ وتبنى ثم يخرجون منها ولا يعودون اليها ابدا. هذا الحديث رواه البزار واحمد في مسنده وهذا الحديث حسن. اذا بنحصل على معلومات من نصوص الفتن والملاحم ونربطها ببعضها البعض ولا نتكلم من عند انفسنا اطلاقا. اهل المدينه يخرجون منها مرتان ثم يعودون إليها ثم يخرجون منها ولا يعودون إليها أبدا وذكر في أحاديث إن الخروج الثاني تكون يانعة وتظل خراب أربعين عاما لقيام الساعة هذا ليس في زمننا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وصمرها يا رسول الله قال تأكله السباع والعوافي فنحن الآن نحذر الجزيرة العربية من خطر داهم هذا الخطر نبدأ نأخذه في عين الاعتبار إذا جاء قبله أشراط وبعضها أشراط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتنة اللي معانا اللي احنا قرأناها دلوقتي إن فتنة الأحلاس هي قبل فتنة السراء وقد حدثت فتنة الأحلاس ونحن فيها الآن حرب وهرب جماعات تخرج هي فتنة جماعات تخرج وجماعات تقتل جماعات هرج ويقتل الناس فيما لا يضر ما لا يعلم ماذا لماذا قتل فتنة السراء هي المت التالية عمليات استشراف المستقبل نعتمد فيها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أمور القرآن الكريم عندما يخبرنا بنبوءة أو بشيء ما سوف يحدث في المستقبل كما في سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الأحاديث النبوية الصحيحة تشير لنا أن ننجو من الفتن بتعلمها سيدنا عبد الله سيدنا حذيفة بن اليمان قال قد أظلتكم فتن كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس. خلا من قد كان يعلمها من قبل هذا الحديث يدلل على لا بد وحتما من تعلم الفتن والملاحم تعلم الفتن والملاحم للحذر منها والاستعداد لها كمثال يبرز المعنى ويوضحه كما حدث في فجر الإسلام مع ستين عائشة ومعاوية وسيدنا علي بن أبي طالب عندما قتل عمار انضمت فئه من مع سيدنا معاويه وستين عائشه الى سيدنا علي لرجوعهم الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم رجوعهم الى انه من يقتل عمار الفئه الباغيه عشان تحط قدمك فين مظبوط تحط قدمك فين مظبوط بعلم ليس الحديث بتاع سيدنا حذيفه بن الامام اشار ان يقتل فيها اكثر الناس الا من قد كان يعلمها من قبل لا بد من تعلم الفتن والملاحم لا بد من تعلم الفتن والملاحم واجب على الأمة أن تتعلم من كل من يجد في نفسه أنه يستطيع أن يبين شيء متأكد منه لا بد أن يحذر الناس ولا بد أن يعلمهم أن يأخذوا حذرهم في زماننا الان يخرج ناس كثيرون يتكلمون عن استشراف المستقبل والفتن والملاحم ولديهم طرق مخالفه لعمليه استشراف المستقبل مثال الفلكي احمد شاهين كنت عملت معاه مداخله كان بيتكلم في هذا المجال عملت معاه مداخله كان بيقول ان بدر الدين الحوثي هو اليماني دي اشكال كبير بدر الدين آآ آآ بدر الدين الحوثي هو اليماني عبد الملك بدر الدين الحوثي هو اليماني تقول الشيعة ان بدر عبد الملك بدر الدين هو اهدى الرايات هو اهدى الرايات لابد ان يلتف حوله كل الشيعة ويفعلوا ما يامرهم به ويقول الفلكي احمد شاهين كان في مداخله كان كان احمد بي شاهين بيتكلم في الموضوع ده. وانا عملت عليه مداخله لتوضيح الامر. ممكن الجماعه في الكنترول يعرضوا لنا المداخله. طب اتفضل. استاذ شريف كل واحد السلام عليكم يا استاذ شريف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ شريف. الاستاذ احمد شاهين اساله بعض الاسئله السريعه حضرتك بتؤمن بالبرهان وبالحجه وبالدليل وعايز النقاش والتحاور هساله بعض الاسئله ويتجاوب معايا اتفضل بتاريخ 15 2015 الجزء الثاني مع مدام رولا خرصه الدقيقه رقم 18 الفلكي احمد شاهين قال ان رايه اليماني هي رايه حسن نصر الله وعبد الملك الحوثي حصل يا استاذ احمد انا قلت ان هي روايه اليمن هي روايه الحوثيين فعلا مش حسن نصر الله روايه الحوثيين الذين ظهروا في شمال اليمن دي روايات نهايه الزمان احدى علامات الملاحم والفتن قلت بوضوح ايوه انا بعترف ايوه قلت, أوه. بوضوح أيوة. الايه رقم 8 ايوه من بوضوح الحوثيين آه. اليماني هو الله لا 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 ما قلتش حصل قلت الحوثيون عبد الملك الحوثي طيب تم الاستاذ <ترجم> شريف تم عبد الملك الحوثي افتح لي المجال للاهميه القصوى افتح لي المجال ما تقفلش معايا اتفضل معايا اتفضل ايه في يا عم اتفضل نعي ما يثبت من السنه الصحيحه أن عبد الملك الحوثي هو السفياني الذي يتسبب في إغراب أهل المدينة المنورة منه. ليس السفياني بدليل؟ السلفي أحمد شاهين بي... السلفي أحمد شاهين السفياني هو داعش السفياني هو داعش اسمعه دكتور أحمد اسمعه. أن أن أبو بكر البغدادي الملقب بداعش هو من يفعل ذلك الجريمة الشنعاء. أنا معي من السنة الصحيحة أن هو عبد الملك بدر الدين الحوثي نص صحيح بيتكلم على ان السفياني. واليمني في نهاية الزمان ومعي ما يثبت ومعي ما يثبت إن الفلكي أحمد شاهين ينحاز إلى الشيعة يعني دلوقتي هو بيقول إن اليمن هو يعلم أن اليمن هو أهدى الرايات طب ليه بتقول كده يا أستاذ شريف؟ كيف تؤيده؟ ليه بتقول كده؟ أنا ما قلتوش أنا قلت ما لا نهاية اليمن نهاية الزمان في فرق خلي بالك مش هي اللي بقول ده الرسول بيقول وايت السفياني وايت الخواصاني وايت اليماني <applause> عن الرسول وعن عبد الله بن عباس مش بس. احمد شاهين اللي قال كمل سريعا عشان انا ناقل انا ناقل انا اخشى ان اتصال يتقطع من عندك يا شريف كمل بعد اذنك انا ناقل لا مش هيتقطع من عندي انا مع حضرتك طيب حضرت. في نبوءه الفلكي احمد شاهين نفسه اللي م. جايبها م. م. ايه هي؟ من الـ من الشيخ محي الدين بن عمر الطائي من مخطوطه الاخفاء الحمص الاسماء تمام انا من النواح ونسيان الاسرار هي التئام والجراح فيقول ما لهذا عارف من ربي خائف كلامه ليس زائف لم يغيره ما حدث ولم يتمكن منه النجس فيقول يا هذا تخبرنا فتصدق فيما تقول واشارتك لها مدلول فهل انت المقصود؟ فيقول لست لست بل فهم واتكلم واجهل واتعلم ويحدث بعدها خبر القدر لم ينال علم بشر من من نظر فيه جاء او ما يعيه فهو سر حارت فيه العقول ولم تفهم ولم تفهم له مدلول الا من هو على السر مسؤول واستقبال امره بعد مقتل الاسمر وتمام امره عجله يليه عجل وغروب صاحب البذل اسرار ومدارس وصورات ومعارك تمام ده كلامك يا <applause> انا اول من اظهرت للعالم نبوءه محي الدين بن عبد الطائي مخطوطه الاقفال حين ظهور الاسماء والذي كان منها ظهور شخصيات عالميه انا اول من اظهرها في العالم وانا اسم مذكور في النبوءات القديمة انني شاهين الاسرار احمد شاهين من ساكشف نبوءات محي الدين بن عبد الطائي هذا كلامي دفناني في حبي وهو من يخرجه شاهين الساقي الشاهين احمد الإف... في بعض الملاحظات للمداخله ديت لابد ان أ... يعني ابينها مخطوطة الإخفاء لحين الأسماء التي يتكلم عنها الفلكي أحمد شاهين تتكلم فعلا عن واقع ملموس لدينا أدلة قوية من السنة الصحيحة على صحة هذه المخطوطات إلا في بعض المقاطع ومعي ما يثبت ذلك الفلكي أحمد شاهين ادخل بعض المخطوطات على اساس أنه هو معتقد ان هذه المخطوطات معه فقط وهذه المخطوطات بما يواكب شرعنا وسنة يعني المحي الدين عرب الطائدة صوفي نختلف معه له كثير من الكتب الفتوحات المكية ذكر في الفتوحات المكية بعض شروح للفتن والملاحم واضحة جلية لقربه من منبع العلم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا حذيفه بن اليمان سال سال النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الشر فالشيخ وضع هذه النصوص نصوص الفتن والملاحم بطريقته الخاصه والمخطوطه يبدو ان احد اعطاها لاحمد شاهين استغلها يوجد نسخ اخرى لهذا الكلام ف من باب من باب الاخذ من بني اسرائيل وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ماذا نقول عن بني اسرائيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج وقولوا لهم امنا بما انزل اليكم وما انزل الينا. على ان ما ناتي به من بني اسرائيل او من النبوءات القديمه ما لا يخالف شرعنا. بما لا يخالف شرعنا حتى يعني لا تتحقق نبوءات عندهم ويقولوا تحققت ونحن يعني لا نعترف بها ما يواكب شرعنا نعترف به من السنة الصحيحة أما ما يخالف شرعنا فلا نعتد به الفلكي أحمد شاهين تكلم في خلال الثلاث سنوات الماضية عن كثير من الفتن والملاح اسقاطات خاطئة تماما إيه لا إيه لا يتحدث بالاحاديث لابد ان توضح لابد ان توضح للناس مش هينفع نسيب إيه الناس إيه تتكلم ومن عند انفسها لابد من الرد عليهم لابد من توضيح للناس كانت النبوءة اللي بتتكلم يصل حال الكنانة النواح ونسيان الأفراح بها التئام الجراح فيقولون ما لهذا عارف من ربه خائف كلامه ليس زائف لم يغيره ما حدث ولم يتمكن منه النجس فيقولون يا هذا تخبرنا فتصدق فيما تقول وإشاراتك لها مدلول فهل أنت المقصود فيقول لست لست بل فاهم وأتكلم وأجهل وأتعلم ويحدث بعدها خب القدر لم ينال علم بشر لم ينال علم بشر من نظر فيه جاءه ما يعيه وهو سر حرط فيه العقول لم تفهم له مدلول الا من هو عن السر مسؤول استقبال امره بعد مقتل الاسمر وتمام امره عزل يليه عزل وخروج صاحب البذل صورات ومعارك واسرار ومدارك سوف نشرح في الحلقات القادمه نصوص اخرى واحاديث نبويه صحيحه اخرى بمشيئه الله عز وجل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته